بشرى سارة لكل الأطباء الزملاء في جمهورية مصر العربية وكل الأطباء اللي قرروا أنهم يستقيلوا ويسافروا ويهاجروا عشان الظروف المعيشية السيئة والمرتبات المتدنية والمعاشات القليلة. عندنا أخبار مهمة جدا أن اتحاد المهن الطبية بيوافق على زيادة معاش الأطباء ل 1500 جنيه مرة واحدة. أهو وافق مجلس اتحاد المهن الطبية على مقترح مقدم من دكتور محمد فريد حمدي أمين عام نقابة الأطباء إن هم يزودوا معاشات أعضاء نقابات الأطباء البشريين الصيادلة أطباء الأسنان البيطريين ل 1500 جنيه شهريا تصرف كل 3 شهور على أن تبدأ الزيادة بداية من شهر أغسطس المقبل. اتحاد المهن الطبية قرر زيادة المعاش في شهر مايو الماضي ليصبح 1350 بدلا من 1000 جنيه. لكن الحقيقة الكلام عن اتحاد المهن الطبية هو كلام عن النقابات. النقابات كتر خيرها بتعمل صناديق خاصة وبتصرف معاشات للأطباء. لكن هو وضع الدكاترة ايه في مصر؟ يعني المعاشات بتاعت الحكومة اصلا الفلوس لو هنقارنها مثلا واحنا اسفين ان احنا بنقارن برجال القوات المسلحة. تعالوا نشوف كده مجموعة من الارقام المهمة ما بين الفلوس اللي بياخدها الدكاترة سواء شغالين او معاشات وما بين القوات المسلحة المصري. الأطباء يا سيدي اتحاد المهن قرر زيادة معاشات الأطباء من 1350 ل 1500 جنيه ودول تقريبا 24 دولار. معاش الأطباء في وزارة الصحة اللي هو الرسمي بقى 1500 جنيه. لحد مايو 23 كان 1000 جنيه بعدين طلع ل 1350 جنيه ده نقلا طبعا عن صدى البلد. على الجانب الآخر العسكريين في 4 أبريل 2023 السيسي وافق على زيادة للمعاشات بتاعتهم بجميع أنواعها والفئات الخاصة بيها بنسبة 15% وأنه القانون بتاع السيسي المعاشات العسكريين ما حطش حد أقصى وأعطى أفراد القوات المسلحة الحق في الجمع ما بين معاشين. هيصة يعني اللي عايز أي حاجة ياخدها مفيش مشكلة، أولادنا في الجيش لازم يتبسطوا. نكمل مجموعة من المفارقات ما بين الدكاترة والعسكريين. 2022 11500 طبيب استقالوا من وزارة الصحة. عدد الأطباء العاملين في القطاع الحكومي تقريبا 38% من إجمالي الأطباء. معدل الأطباء في مصر 8.6 طبيب لكل 10,000 مواطن. المعدل العالمي 23 طبيب لكل 10,000 مواطن. هناك في القوات المسلحة المصرية في مجموعة من الأرقام المهمة. هو مش بيعلن عن المعاشات بتاعة العسكريين لكن بعض الدراسات الاستقصائية توصلت لحدود المعاشات بتاعة العسكريين. على سبيل المثال مركز مجموعة الخدمات البحثية نشر دراسة في 2023 قال إن المعاش الأساسي للواء الجيش المصري يقدر ب 1000 دولار حوالي 62,830 جنيه ومعاش العميد بالجيش المصري بيقدر بحوالي 560 دولار يعني حوالي 35,184 جنيه. الأخبار طبعا اللي ما كانتش بتنقطع إن السيسي بيصدق على زيادة معاشات العسكريين دون حدود قصوى زي ما قلت لحضراتكم وزود موضوع المعاشات بتاعتهم أكتر من مرة في كذا سنة وأيضا الرواتب بتاعتهم. قبل ما أرحب بضيفي خلينا نسمع السيسي وهو بيتكلم على حاجتين، على مشكلة هجرة الدكاترة ومشكلة قلة الدكاترة، لأنه أعتقد أن أي يعني السبب الرئيسي اللي بيدفع أي دكتور أنه يسيب مصر ويسافر هي الفلوس، أنه بياخد فلوس قليلة. نتابع. اثنين، احنا عندنا عجز متراكم على مدى 50 سنه، يعني في عندنا قضايا كتير جدا جدا. الدكتور بيقول ان المعدل الطبيعي 2.7 واحنا 1.4 مش كده؟ طيب يعني انت عايز تضاعف عدد المستشفيات اذا كنت انا مش كده ولا مظبوط بالظبط؟ يعني انت كان عندك النهارده 500 مستشفى مش كده؟ مظبوط. يبقى انت عايز بكام؟ 1000. طب بكام؟ عشان انت كده عملت ايه؟ عملت المكان الخرسانه، عملت غرفه العمليات، لكن بقى التشغيل الاطباء اللي الناس بتسيبنا عشان تجد فرصه عمل في حته ثانيه عشان عايز اعيش مش عايز اعيش. هو انا بديله مرتب كويس؟ طب هو السؤال هو انا مش عايز اديله مرتب كويس ولا مش قادر اديله مرتب كويس؟ دكتور مش قادر. مش قادر. دكتور وزير الصحه موجود، احنا المفروض تبقى المعايير الطبيه يبقى فيه 2.8 دكتور لكل 1000 ل 10,000 كل 1000 فرد لكل 1000. احنا عندنا 1.4. حد يقول لي طب ما الدكاتره بتسيبكم تمشوا صحيح؟ طب ليه؟ لان اللي انا بقدمه له اقل من الممكن ان هو ياخده في اي حته في العالم مش كده يا خالد؟ طيب اتكلم اتكلم.
احنا عندنا نقص فعلا في عدد الدكاتره مقارنه بعدد المواطنين، ولكن يعني طبعا من ضمن العوائق اللي موجوده ان عدم يعني وجود الدخل المناسب للاطباء اللي يجبرهم ان هم يقدروا ان هم يكونوا موجودين في العمل، وبالتالي هم مؤهلين تاهيل عالي جدا وممكن يكونوا بيستقطبوا في كثير من. فاحنا عندنا اعتراف بالمشكله وتوصيف للمشكله، ورأس الدوله بيقول الدكتور بيسيبنا، انا مش عايز، انا مش قادر اديه، وعندنا نقص دكاتره، واتكلم يا خالد، فقال له عندنا نقص والدخل مش مناسب.